موجود في الدوري العام هذا الموسم واقوى دفاع كمان موجود. احنا معنا على الهاتف الكابتن خالد متولي المدير الفني لنادي انبي. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا كابتن فاروق. مساء حضرتك مصر واخويا الكبير كابتن ماهر. يا كابتن ابو كباتن اخبارك ايه؟ كابتن شريف عبد الفضيل. وكابتن شريف طبعا من اللعيبه المحترمه اللي انا بحترمها يعني. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. كابتن خالد، كيف كانت مواجهه النادي الاهلي بالنسبه لنادي انبي والخساره بهدف مقابل لا شيء؟ والله يا حضرتك طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير ونادي محترم، في طبعا جهاز محترم طبعا قاده الاخ طبعا المحترم كابتن حسام البدري. نعم. نادي عامل انجازات، عامل اداء احسن اداء السنه دي الحمد لله على المستوى الافريقي كمان، مش على المستوى المحلي. في طبعا لعيبه متميزه جدا من القدرات الفنيه العاليه جدا، معظمهم القوام الرئيسي لمنتخب مصر. فطبعا كنا عاملين الف حساب طبعا النادي الاهلي، ولكن الحمد لله ان احنا يعني كان ما كانش فيه رهبه في اللقاء. ولكن طبعا حضرتك ان الجون يجي فيك في اول 3 دقائق اكيد طبعا، ومن النادي الاهلي فاكيد طبعا يعني بيبقى ليه طبعا فرق معاكم في المباراه يا كابتن. طبعا وخطا النهارده حتى يمكن لدرجه انا لغايه امبارح انا بفرج الخطا بتاع مش يعني طبعا كابتن ماهر طبعا كابتننا وكابتن شريف الفضيل طبعا من المدافعين المحترمين اللي هم ليهم خبرات عاليه جدا. صعب جدا ان كره ثابته تيجي فيا فاول، واخد بالك، يبقى التمركز غلط، الرقابه غلط، كل الحاجات دي احنا بنشتغل عليها. فطبعا كان خطا طبعا كان خطا من المدافعين. ولكن كابتن خالد، هل مواجهه الاهلي فرقت عن مواجهه بعض الانديه الاخرى بالنسبه لك؟ طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير طبعا بنعمل له الف حساب، واخد بال حضرتك، ولكن طبعا بيبقى لينا طبعا الشغل مع النادي الاهلي بيختلف طبعا عن اللقاءات اللي قبل كده. ولكن الحمد لله ان بس بتشيل انت طبعا الرهبه، بتدي المعنويات العاليه للعيبه، والحمد لله يمكن حضرتك من خلال اللقاء احنا عملنا جيم برده على مستوى عالي جدا في خلال حتى الشوط الثاني. ويمكن لما النادي الاهلي جاب الجول احنا لو برده كره عرفه السيد لو فيها لك شويه اللي هي جنب القايم كان ممكن الماتش اختلف تماما. ولكن طبعا انا بحمد ربنا على الاداء الجيد من الله تستمر فيه، والحمد لله طبعا يعني النادي الاهلي طبعا جدير طبعا بالفوز. كابتن خالد، هل فرق مع حضرتك عدم وجود بعض اللعيبه في النادي الاهلي، ولا حسيت ان الفرقه يعني ما فرقتش كطريقه اداء في عدم وجود عبد الله السعيد؟ لا طبعا عبد الله السعيد واجاييه كمان بالذات طبعا بيفرقوا كتير جدا مع النادي الاهلي. لعيبه على اعلى مستوى طبعا، بدفع قويه جدا، بيعملوا مثلثات قويه جدا مع ازارو. لا طبعا عدم وجودهم طبعا على الاقل بيريحك الى حد ما، ولكن ده ما بيقللش من المجموعه المحترمه اللي هي طبعا بتمثل النادي الاهلي. ولكن احنا بنحمد ربنا ان الماتش طلع على اداء جيد، اداء محترم للفرقتين، وطبعا بنبارك النادي الاهلي لحصوله على بطوله الدوري. وان شاء الله انت عندك لقاء مع الانتاج الحربي يا كابتن خالد، كيف هو الاستعداد؟ لا طبعا استعداد على اعلى مستوى طبعا، فرقه برضه محترمه معاها كابتن مختار كابتن مصر. نعم. طبعا عاملين حساب لان هي تحتينا ببونت، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في المباراه دي، مهم جدا بتدخلنا في الحته اللي احنا عايزينها واكتر، بتبعدك عن الانتاج الحربي، وهو كمان يمكن تقريبا لعب مباراه عندنا زياده او حاجه، لكن طبعا بتريحنا جدا. فاحنا عاملين الف حساب للمباراه، والحمد لله يعني داخلين محمد اكلمه يعني بهدف ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. خالد، سلام عليكم حبيبي. كابتن ماهر حبيبي. ازيك يا خالد، اخبارك ايه؟ تمام. انا اولا بحييك لانك انت الاسبوع اللي فات عملنا مداخله معاك، وقلت ان انا هقابل النادي الاهلي بشجاعه 10 لعيبه ضد 10 لعيبه، وبحييك طبعا من خلال ادائك في هذه المباراه، ومن خلالك قبل اداء النادي الاهلي انك انت وصلت الانبي للمركز السادس وحققت معاهم 40 نقطه، فده حاجه بتحسب ليك بصراحه خالد. وانت قلت حتى بشجاعه ان انا هقابل 10 لعيبه، هيقابلوا 10 لعيبه، فدي كانت من ضمن الشجاعه والشخصيه اللي انت اتكلمت من خلال مداخلتك قبل المباراه. ونتمنى ان شاء الله ان الاستراتيجيه اللي انت بتسعى ليها ان فعلا تحافظ على المركز ده، وتبدا تزود من مركز الخامس من مركز السادس للمركز الخامس ان شاء الله. حبيبي يا كابتن ماهر، طبعا ده كلام محترم من كابتن مصر طبعا، واخد بال حضرتك، وانت عارف انا بقدر حضرتك تماما يعني. فان شاء الله باذن الله كابتن ماهر انا بوعدك ان احنا بنجتهد، بنشتغل، بنصحح اخطائنا، واخد بال حضرتك، ولينا هدف، الهدف دوت ان احنا نوصل نادي انبي لمكانته الطبيعيه في الدوري العام.
وان شاء الله باذن الله يعني يكون في الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله الاداء احسن واحسن باذن الله. كابتن كابتن خالد. ايوه كابتن. كابتن شريف عامل ايه يا كابتن؟ ازيك يا شريف عامل ايه يا شرف حبيبي؟ الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. انا ببارك ليك طبعا على المستوى الرائع اللي قدمته الفتره اللي فاتت من ساعه تولي المهمه. سؤالي بسيط بس ومحدد، هو في صلاح محسن هل تاثر فريق انبي بذهاب صلاح محسن للنادي الاهلي، ان هو كان من هداف الفريق انبي كمان، فهل هو تاثر فريق انبي بغيابه؟ على فكره برضه انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، برضه في حاجه مهمه جدا، طبعا صلاح لعيب كويس جدا وكان هداف نادي انبي، لعيب بروميسنج واعد صغير، اول سنه يمكن السنه دي او يمكن السنه اللي فاتت اشترك على فترات صغيره، اول سنه السنه دي يشارك بايجابيه او بفاعليه يعني مع نادي انبي. طبعا صلاح طبعا بقيمه، واخد بال حضرتك، مع نادي انبي كان طبعا بيزيد من القوه الهجوميه بتاعت نادي انبي، ولكن احنا عندنا برضه ناس جيدة جدا وعلى مستوى عادي جدا، امثال عرفة، امثال كمارة، قعود، بسيوني، مش هنقلل من قيمة الناس دي، ولكن طبعا صلاح لو كان موجود معاهم كان زود الاضافة الهجومية او الفعالية الهجومية لهجوم نادي انبي، ولكن بنتمنى له التوفيق في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك التوفيق يا كابتن خالد متولي من المدربين المحترمين، مدرب نادي انبي، اشكرك شكرا جزيلا كابتن.